بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 25 بعد 130، ونحن نتناول آيات من سورة طه. وقد وصلنا في الحوار ما مع موسى وفرعون إلى أن موسى بعثه الله بآيات كثيرة، منها الطوفان والجرادة والقملة والضفادع والدم، كلها آيات معجزات فظيعة، ومع ذلك لم يؤمن له أحد. بس وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، ومع ذلك ما بيؤمنوش. فلما كده يعني لم يؤمنوا، ربنا سيدنا موسى دعا قال ربنا اطمس على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. بعد كل الآيات والمعجزات دي يا رب زهق، مع إنه برضو مش مفروض يزهق، يعني البشرية كده. ده في ناس تأمرها بالصلاة كتير ما بيصلوش، يعني يقول لك مثلا من صلى الصبح في جماعة 40 ليلة وكل الله له ملكا يوقظه لصلاة الفجر. طب ما في ناس مش بتصلي 40 ليلة، بقالها 40 سنة بتصلي، ومع ذلك يعني بتخرف. فاللي أنا عايز أقوله إيه؟ فبعد ما كل هذه الدعوة وبعدين كل هذه الآيات لم يؤمنوا، فخلاص موسى بقى اتفق مع قومه إن هم يخرجوا. خرجوا بقى بمواشيهم ومعزهم وحمرهم، والخروج بقى ده عملوا له أفلام كتيرة جدا، وبعدين مشي وراهم إيه؟ فرعون. وبعدين ربنا بيقول له إيه؟ فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وضرب موسى بعصاه، البحر فانفلق، الميه هنا عامله زي الجبل والميه الناحيه دي عامله زي الجبل، وطلعت ارض البحر، فمشوا على ارض البحر، ارض يابسه. ولما عدى موسى وقومه الميه سلمت على بعض، يعني جبل الميه ده وجبل الميه ده سلموا على بعض، وبقى فرعون وقومه في القاع. فعشان كده ربنا بيقول فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، غرقهم البحر. غشية يعني غطى. وأضل فرعون قومه وما هدى. يقال أن فرعون عندما أدركه الغرق خلاص فقال أدركني يا موسى، فلم يدركه فبه ربه. يا موسى استغاث بك، والله يعني هو استغاث بموسى مرات، قال له يا موسى أدركني أدركني أدركني، الحقني الحقني يا موسى الحقني الحقني، فلم يدرك. يقول ربه عز وجل والله لو استغاث بي لأغاثه، رغم كل هذا الشرك. إنما هو لما جه يؤمن حتى ما قالش أنا آمنت بالإله الواحد الأحد، لا قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. ده بنو إسرائيل مش عارفين الإله اللي آمنوا بيه ده شكله إيه، يعني مش عارفين عظمته وقدرته، بدليل إن هم لما راحوا لقوا ناس بيعبدوا عجل عبدوا عجل. ده ربنا بتاعهم، ولا عشان هم لقوا ناس بيعبدوا عجل أبيس هنا، وكان في هنا في مصر عبادة العجل وعبادة أمون وعبادة أتون وعبادة الشمس، ومن شب على شيء شب عليه. الشيء الغريب انه يعني فرعون يعني لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فربنا بيقول له اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. عام ورجع، كان ممكن أي حوت أي سمك قرش كلوه زي ما كلوا الناس، لكن ربنا رجع جثته لتحنط وتحفظ. مين هو فرعون موسى المحنط والمحفوظ حتى الآن؟ أغلب الروايات بتقول إن هو رمسيس الثاني، وأغلب الروايات بتقول لا ده واحد تاني، المهم إن هو في جثة من الجثث المحنطة في المتحف. على أي حال بنو إسرائيل ما كانوش من الأتقياء ولا حاجة، إنما ربنا بيقول لهم في سورة طه الآية 80 يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، نجيناكم من الذل ونجيناكم من عبادة الأصنام، وهو يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن اللي هو الجبل الطور يعني، ونزلنا عليكم المن والسلوى. المن اللي هو نباتات يعني كثيرة، من ضمنها العسل، من ضمنها نبات كان بيطلع في الأرض كده اسمه أوتس، حاجات كده عاملة زي الكبدة بتطلع في الأرض، والسلوى طائر السمان، ويعني ربنا دلعهم قوي، احلى اكل واغلى اكل. ما عجبهمش، احنا مش عاوزين احلى اكل واغلى اكل. وقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، عايزين اللي احنا اتربينا عليه ده، هناكل كل شويه عسل ومن وسلوى وحاجات مشويه، عاوزين نرمرم يعني. وفي ناس كتير جدا ما بتحبش الاكل الحلو، حتى في الكتب بتاعه الساينس او العلوم كاتبين للاولاد هيلثي فود، طعام صحي، والطعام الصحي ده لبن طازج وعسل نحل وخضروات طازجه وفواكه طازجه
ولحم طيب اسمه بيسموه هيلثي فود. يعني ايه هيلثي فود؟ يعني طعام طيب. وكاتبين في كتب العلوم كتب الساينس نون هيلثي فود او دينجر فود. ايه الدينجر فود او نون هيلثي؟ اللي هو السجق والبرجر والسوسيس والشوكولاتات والمحفوظات والتونه وكل الحاجات المحفوظه والمعلبه دينجر فود او ان هيلثي فود. ومع ذلك الناس لا تحب الا النون هيلثي، الناس ما بتحبش غير الاكل المدمر. هم دول بنو اسرائيل، ربنا نزل عليهم المن والسلوى، قالوا لا مش عاوزين من وسلوى. مع ان ربنا بيقول في سوره طه كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، ما تزودوش. طب واللي هيزود من الاكل وعيته سودا ومنيله؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا، ما تزودوش، لان لو زودت في الاكل هيحصل لك امراض كتيره. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، من الاسراف في الاكل. اه والله العظيم، هو انسداد اوعيه القلب منين؟ من الاكل. الشرايين التاجية والذبحة الصدرية منين؟ من الأكل. الأثيروسكليروزس وتدمر المخ والزهايمر من الأكل. الدهون على الكبد اللي مالت أكباد الناس من الأكل. فشل الكلوي من الأكل. عشان كده ربنا بيقول كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا، ما تزودوش. في ناس بتقعد تاكل لغاية ما ترجع. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، ما تزودش في الأكل فيحل عليكم غضبي مرضي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. عمرك سمعت الآية دي؟ أي الناس بتاكل ولا يهمها. وممكن نحكم على العيال اقعد كل لغاية ما تشبع، خلص السندوتش ده، خلص كده، يفضل العيل ياكل لغاية ما يرجع. أنت بتعمل كده ليه؟ مع إن نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، إذا أكلنا لا نشبع. فمن طغى في الأكل وزاد فيه حل عليه غضب الله وأمراضه، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومحدش انتبه للآية دي أبدا، زي الآية بتاعت الأكل، آية كمال الدين. حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. تمام الدين في الاكل. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للاسم فلا اسم عليه. الايه دي نزلت في الاكل، احنا بقى قطعناها وقلنا ايه انها ايه لو نزلت فينا لكانت عيدا ونزلت في يوم عرفه يوم جمعه وضيعنا القضيه. لا، في الاكل والله العظيم، والله العظيم تمام الدين في الطعام. تمام الدين انك تاكل صح. لو عندك دين تاكل صح. انما احنا بناكل اللحمه المضروبه واللحمه المفرومه واللحمه مش عارف ايه ومش عارفين مصدرها، ولحمه مجمده، وكل ما كانت اللحمه رخيصه نجري نشتريها. انت بتاكل وخلاص. فعشان كده بيقول لك كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، ما تزودش. لو زودت في الاكل تروح في داهيه. لو زودت يحل عليك غضب ربنا اللي هو المرض، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، سقط، تعب. ولو سلمت نفسك للمرض، المرض بيجيب مرض بيجيب مرض. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. سيدنا موسى لما راح وسابهم جانب الطور وراح يحدث ربه على جبل الطور، فبيقول له بقى ربنا يعني وما أعجلك عن قومك يا موسى، أنت جاي لنا يعني؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أنا يا ربي لسه سايبهم هم. قال له انت لسه سايبهم؟ طب ارجع بقى، فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. والسامري ده حدوته، ده عمل لهم عجل وقعدوا يعبدوا العجل من دون الله، وقال لهم ده العجل ده ربنا اللي موسى رايح له. تفتكروا السامري ده موجود دلوقتي؟ كم سامري عندنا؟ ان شاء الله نشوف كم سامري عندنا، ان شاء الله نشوف حلقات قادمه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.